السلام عليكم. النهاردة الفيديو بتاعنا هنعمل سلايم بتاع الأطفال. طبعا كلنا بنجيب السلايم لولادنا من بره وبيكون معمول بمواد كيماوية، بدليل ان احنا لما بنيجي نحطه على هدومنا ساعات او بيجي على هدوم الأطفال بيسيب أثر كده وبيبوظ المكان تحتيه، ده دليل ان عليه مواد كيميكال مش صحية. بالاضافه ان احنا هنعمله ده مش هيكلفنا حاجه خالص من البيت، وانتي ممكن تعلميه لطفلك نفسه ممكن يعملها، وصحيه جدا ما فيهاش اي حاجه، عباره عن دقيق. اللي معانا ده دقيق وده شويه ميه، يعني ده دقيق ده شويه ميه ده شويه زيت شويه ملح بس، مش هنعمل وكله على البارد، يعني احنا مش هنعمل حاجه، هنعمل كله على البارد وهتشوفوا النتيجه بعينكم. وعندي كمان المفروض الوان طبيعيه، بس انا عندي دم الغزال مش عندي الوان طبيعيه، عشان اعمل لون احمر بعد كده هبقى اجيب لكم الالوان كلها واعمل لكم الصلصال كمان واوريكم ازاي بيتعمل وازاي ان انت تقدري تعمليه في البيت وتفاجئي طفلك بيه، وتبقي ضامنه ان طفلك بيلعب بحاجه طبيعيه ما فيهاش اي كيميكال ومش هتضره في حاجه. هنبدا بقى، هناخد معلقتين او معلقتين من الدقيق، ناخد معلقتين من الدقيق، هنحط عليه شوية مية وهنبدأ نقلب، وبعد ما يبدأ يتجانس مع بعضه هقولك تكملي ازاي. مجرد ان احنا اهو كده، هو عايز لسه ميه كمان. احنا هنحط شويه ملح بقى، احنا ما حطيناش ملح، احنا بنحط شويه ميه ملح في الميه، ملح مش كتير، يعتبر كميه ملح بسيطه بنحطها في الميه وبندوبها. بس انا مضطرة ان انا اوريكم قدامكم اهو، ندوب الملح في المية ونبدأ ناخد معلقة كمان من المية ومعلقتين، كده بدأ يتماسك معايا اهو، وحطيت عليه شوية دم غزال عشان يديني لون الاحمر، هو اداني احمر وردي جميل اهو. بدا يتماسك معايا، بس عايزه ايه ان انا احط بقى عليه بقى نقطتين زيت علشان العجينه تتلم مع بعضها وتبقاش عامله كده. هنحط عليها شويه زيت، ادي الزيت اهو، شويه زيت مش كتير زي ما انا حاطه كده، كميات كله بسيطه خالص، و هلمها بقى كده و هوريكم وارجع لكم تاني. حطيت الدقيق على الميه على الملح على اللون كله على بعضه، ما حطيتش بس الزيت، الزيت هو اللي فاضل، مش فاضل غير الزيت. طبعا هو كده محتاج دقيق، هنجيب كمان معلقه دقيق، وانا عملت لكم حته كبيره اهي عشان تجربوها. طبعا العجينه طالعه حلوه جدا وطريه جدا، حلوه جدا. مش شرط ان هي تكون بس ان لاطفالنا، لا ممكن تعملي بيها اي سطح. انا استخدمتها على فكره في لوحه العربيه، بتلم كل التراب والشوائب اللي بتبقى داخله في المروحه في التكييف وفي الحتت اللي هي بتبقى ما بتبقيش عارفه توصل لها او ما بتبقاش المغسله حتى عارفه تنظفها، فدي بتنظفها حلو قوي. اي سطح عندك في مش عارفه توصلي له ده حلو قوي، بيوصل له جميل. وطبعا لولادنا، طبعا اهم حاجه ان لولادنا حلو قوي. انا بس ما غسلتش ايدي بقى بعد ما عجنتها، بس هي ما بتلزقش، هي حلوه. انا ايدي بس ما اتغسلتش اصلا، يعني هي مجرد بس ان انا بس، هي كده جميله جدا حلوه قوي.
ولادك عايزين يلعبوا بيها يعملوا بيها احسن بكتير من انك تشتري حاجه من بره وتكون مش ما انتش عارفه مصدرها ايه، ما انتش عارفه فيها ايه. لا هي معانا اهي بشويه دقيق وشويه زيت وحاجات بسيطه قوي وميه وملح، بتقدري تعملي السلايم اللي انت عايزاه. ان شاء الله هعمل لكم صلصال باذن الله وهنزل لكم الالوان كلها. السلام عليكم.